تعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي من خلال زميلتنا العزيزة نورهان طمان المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الخيرات عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج 10 الصبح في الأهلي. احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بفرع الجزيرة، زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي. وكمان خلينا قبل ما نروح للأخبار نقول لكم إنه كالعادة البوابات أو بوابات النادي المختلفة فتحت يعني في الصباح الباكر من الساعات الأولى اليوم لاستقبال الأعضاء، والعاملين طبعا بيعملوا على قدم وساق لاستقبال الأعضاء النهارده. كمان خلينا بقى نروح لأخبارنا وفريق الأول، ولا صوت يعلو فوق صوت السوبر. طبعا الفريق الأول لكرة القدم حاليا متواجدين داخل صالة مطار القاهرة للتوجه لدولة الإمارات الشقيقة لخوض منافسات طبعا بطولة السوبر المصري اللي ان شاء الله مقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل امام نادي الزمالك. طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي واجه نادي الزمالك في 8 مواجهات سابقة، النادي الاهلي فاز في 6 مواجهات بينما نادي الزمالك فاز في 2 فقط. طبعا ملعب محمد بن زايد يمكن هو كان الملعب اللي فاز فيه نادي الزمالك بالبطولتين، ولكن ان شاء الله الحظ يكون حليف النادي الاهلي في البطولة الحالية. كمان خلينا نقول لكم ان كان في بعض الجلسات الصغيرة اللي انعقدت في الساعات الأخيرة ما بين الجهاز الفني وبعض اللاعبين وعلى رأسهم النجم طبعا وقائد الفريق كابتن محمد الشناوي. يمكن يعني كان في رسائل لمحمد الشناوي أو من خلال محمد الشناوي الجهاز الفني طالب اللاعب أن هو يوجهها للاعبين في الساعات القادمة وحثهم على بذل أقصى جهد ليهم خلال المباراة المرتقبة. طبعا مباراة الزمالك طول الوقت يعني ذو نكهة خاصة عند جماهير النادي الأهلي، وما بالنا طبعا كمان لما تكون مباراة بطولة ولا تقبل القسمة على 2. كمان خلينا نقول لكم ان النهارده هيتم تحديد يعني يمكن مشاركه ديانجو وياسر ابراهيم وايضا محمد شريف، الثلاثه اللي تعرضوا لبعض الاصابات الطفيفه في مواجهه الرجاء طبعا الماضيه، واللي كانت طبعا انتهت بفوز النادي الاهلي في المباراتين مجموع المباراتين بهدفين دون رد. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن في بعض استمرار طبعا الغيابات، اكرم توفيق ورامي ربيعه وكريم فؤاد دول طبعا غايبين بقالهم فتره للإصابة. كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن طبعا في حظر إعلامي مفروض على اللاعبين في الساعات الأخيرة من قبل الجهاز الفني للفريق، حظر إعلامي كامل على كل ما يتم تداوله في سواء وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع السوشيال ميديا حول المباراة لتركيز اللاعبين فقط على المباراة والفنيات فقط. ده طبعا كان يمكن معظم الأجواء حول الفريق الأول لكرة القدم، ولكن خلينا نكمل أخبارنا عن طبعا الألعاب الأخرى. النهاردة نجم السكواش مصطفى عسل بيستعد إن شاء الله لخوض غدا مباريات أو أولى مواجهاته في بطولة العالم للسكواش، وده بعد طبعا توقف أو اللعب أو إيقاف اللاعب القرار اللي كان صادر من الاتحاد المصري للسكواش بشأن اللاعب، وكان متوقف 6 أسابيع. وده الظهور الأول لمصطفى عسل، كل الأمنيات الطيبة لنجمنا نجم النادي الأهلي ونجم الإسكواش مصطفى عسل. أما بقى على مستوى الكرة الطائرة فطبعا النهاردة في تاني مواجهات الأهلي والزمالك على صعيد السيدات. طبعا احنا عارفين أنه يمكن النادي الأهلي لم يوفق في ليلة أمس في المباراة اللي أقيمت على قاعة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر، وخسر النادي الأهلي 3 أشواط مقابل شوط واحد. إن شاء الله في نظام البيست أوف 3 النهاردة النادي الأهلي وسيدات الأهلي يقدروا يعوضوا ويروحوا لمباراة فاصلة يوم الخميس المقبل، وإن شاء الله يتوجوا بكأس مصر. أما على صعيد الباسكت بول وأيضا خلينا مستمرين مع السيدات، النهاردة الساعة 6 في صالة برج العرب الإسكندرية سيدات الأهلي هيواجهوا سموحة في أيضا يعني مباراة هامة، وطبعا نهائي كأس نهائي دوري سوبر السلة في طبعا النهاردة زي ما قلنا لكم أمام سموحة في 6 مساء. أما بقى على صعيد الباسكت بول رجال فطبعا بطولة البال اللي يمكن شغلة حيز كبير جدا من اهتمام أعضاء الجمعية العمومية هنا وجمهور الأهلي بشكل عام، النهاردة 3 مواجهات النادي الأهلي أمام فريق كيب تاون الجنوب أفريقي، ويمكن النادي الأهلي بيسعى لمواصلة الانتصارات بعد تحقيقه لانتصارين متتاليين في المباراتين الماضيتين. دي كانت معظم أخبارنا هنا من أو كل أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طمان على التغطية المتميزة دي كالعادة، شكرا جزيلا ديك.
نشكرك طبعا اكيد يا نورهان. وتاني هرجع اقول برضو نورهان من المراسلات الشاطرين جدا في قناه الاهلي، كلهم شاطرين بصراحه صحيح. الحق يقال يعني صحيح. الاشاده يمكن جايه من بيتها بس يعني دي حقيقه بس هم فعلا. يعني دي حقيقة. على استحقاق حتى دي حقيقه فعلا.